يعني احنا ما توفقناش خالص السنة دي، وعندنا ممكن اقول يعني مشاكل. يعني قدرنا ان احنا خسرنا بطولة السوبر، بعدين رجعنا وعوضنا وكسبنا بطولة المرتبط. كان في دور للصغيرين الصراحة بتوعنا ان هم يساعدونا ان احنا نقدر نحسم دوري مرتبط. بعديها في ماتش الكاس حصل زي لعب كده كل الفرقة، ما اعرفش ايه كان، يعني ما عنديش تفسير الصراحة للي حصل، بس يعني الحمد لله. اكيد بعدين دوري طبعا حصل تغيير المدرب، وتغيير المدرب بتغيير الاستراتيجي اللي هو جاي بيها، بتغيير الخطط، تغيير كل حاجة، ده بيعمل زي شوك كده للفرقة. وجيف يعني برضه هو حصل في وقت كان قليل قوي عشان نجهز لفاينلز الدوري. اقدر اقول ان الصراحه التغيير ده كان 100% معانا، يعني اكتر اختيار صح كان لينا كفرقه وكنا محتاجينه. وكمان هو شجعنا كتير قوي وحفزنا وحسن مننا كلعيبه. يعني اول ماتشين احنا يعني كنا عارفين ان احنا خسرنا اول ماتشين بسبب يعني اسباب صغيره جدا، لو كنا صلحناها كنا ممكن نكسب وكانت تبقى فرصنا احسن. والحمد لله قدرنا نكسب المباراة الثالثة، وقدرنا نثبت برضه ان احنا ممكن نكسب الدوري، بس ما كانش عندنا يعني حظ في الجيم 4 وخسرنا. بس يعني انا شايفة ان الحمد لله يعني الفرقة بتاعتنا مركزة جدا، يعني السنة الجاية ان شاء الله وكل السنين. ومعانا كابتن طارق خيري، هو مدرب بجد يعني كويس جدا جدا جدا، وبيحترم كل واحدة فينا وبتاع شغل جدا. فحاسة ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نجمع بين البطولات كلها السنة الجاية. انا كده كده بنت النادي وبنت النادي الاهلي، وكل الناس عارفه وكل الجماهير عارفه، وما فيش اي مشكله في التجديد طبعا. وانا تحت امر النادي في اي وقت، وان هو ان شاء الله يعني في خلال ايام او ساعات خبر يعني يرلا.